مرحبا، معكم سام كورجي مع سيرف الميكر، وعلى وسهلا فيكم بتعليم ادوبي بريمير. واليوم الحلقة حنتعلم شوي عن الماسكينج، كيف فينا نعمل اوتو تراك لها، وبحال الادوبي بريمير ما زبطت معه الاوتو تراك فينا نعمل مانيوال، وكيف نشغلها بطريقة شوي اضبط من انه تكون اوتو تراك. فخلينا ما نطول الوقت شوي ونغوص بالادوبي بريمير، وحنتعلم من خلال الدرس كمان اشياء تانية وشو بيطلع معنا كمان اشياء عشوائية بدنا نتعلم. فانا حضرت تو فيديوز للماسكينج، فحامل دراج اند دروب نيو سيكونس بيعمل لحاله. في عندي هذا الفوتج مصورة باكباريوم اسطنبول، وهون بشارع الاستقلال كمان لا فوتج معي يعني. فالفوتج راح استعمل من هون مثلا لهون. هلا الماسكينج اللي انا اخترت اعمله انه انقل من هاللقطة لهون. كيف؟ في كتير اشياء مستعملة، انه مثلا هذا الشخص حيكون سبب النقلة. كيف؟ راح امشي معه وهون حيكون تغيرت الصورة. يعني خلينا نمشي هون، بيمشي بكون انتقلت الصورة. كيف حنعمل هالشي؟ هلا حنطبقها. بس اول شي نعمل زوم ان. لا اكيد مش هذا اول شي، حتكون هيدا اللاير فوق اللاير اللي بدنا نخليها تبين. فكمان الصوت راح بلش بوقت ما خلينا تكون بالنص هون، حتى نشتغل شوي اضبط. هلا ما حيهمني انا تحت اذا كانت تحتها او قبلها، فخلينا نحن نبعدها شوي، خلينا نركز على هيدي. الماسكينج هني موجودة، خلينا اذا كلنا هون كله مطفي، موجودة بالاوباسيتي يلي هو هذا البان تول. كمان اليوم حنتعلم شوي نستعمل البان تول بطريقة منيحة. فخلينا نحن هون فت نعملها شوي 25% فحاستعمل البنتول. لا انا صغرتها بس كرمال لانه حعمل البنتول هو عبارة عن انه اعمل لاينز، بس لانه كرمال يكون شوي بريت الكادر فكرمالك انا صغرت شوي صورة كلهم كنترول زد. فانا كانت فت ما فيني اعمل هوني لانه فوق الصورة ما فيني، يعني فيها بعمل هيك دراج برجع بعمل هيك دراج لفوق مثل ما انا اوقات بعمل. بس ليه اعذب حالي هلا وحتى انه عم بشرح لكم الموضوع حتى ما تضيعوا. خلينا انا مثلا صغر شوي السيلكت زوم ليفل وبستعمل البان تول، حامحل هون. طبعا كل ما نعمل نحن مثلا شيء بيطلع لي ماسك 1، في بعمل ماسك 2 مثلا اذا شيء تاني مثلا عفوا فبيطلع لي ماسك 2. ف هذه اللي لكم كل وحده ماسك. هلا حعمل ماسك انا حعمل من هون لهون. هلا كبسه اللفت كليك الماوس العاديه بعمل دوت يعني فيرتيس عفوا فيرتيس. فهذا الشيء اللي بخليني اعمل مثلا تحديد الماسك. فحعمل نقط وحارسم شيء مثل هذا الاوبجكت هون. كيف حعمل؟ هلا فيني انا اعمل ادجست لاي نقطة، مثلا فيني زي هيدي، فيني غير محل هيدي، فيني اقربها بعدها، فيني بلش من هون صفر، يعني مش صفر انه هون نقطة لحتى ارسم، فيني ارسم بهالشكل. طيب هيك كنا نحن رسمنا. اذا بسكر هون بلاقي انه اختفت الصورة اللي تحت وضلت هيدي، يعني كل شيء انا معلم ومسكر عليه هو الصورة بتضل. هلا حتى تكون مور بروفيشنال او مور اكيوريت فينا نقول، فينا اذا بكبس البان تول وبدلني كابس وبزيح الماوس بيطلع لي هذا الخط البازير اللي هو شوف كيف بيعمل السموث لللاين. فلانه هذا كيرف جاي لهون الابوعة تاعت الكنزة اللي هي هيدي مش انا هيدا بس ما تفكروني. فيني ارسم هالرسمة هيك، يجي لهون، فيني هون نقطة بغير هاي تمام. هيك صار عندي شكل كيرف.
بس اكيد هلا لانه هو هون بتحسه مغبشي فينا نغبش شوي بن ماسك فادر نزيد فوق 10%. شفتوا كيف يصير؟ هلا في اشياء بتبين ورا لانه الخط جاي بالنص. هلا فينا نشرح شغله كمان كيف نغير الاكسبانشن لانه هون ماسك اكسبانشن. هلا بشرح شو هي هاي، بس خلينا نعمل مثلا فادر شوي اعلى 200 بيكسل تقريبا. الماسك اكسبانشن يلي هو اذا علمت الماسك هون، انا عندي اللاين هون بالنص، الفادر هذا شفتوا المنقط هذا هو الفادر هذا اللي من هون لهون. فينا هي موجودة فوق النقطة. المهم خلينا نشتغل على على هون السلايدرز. ماسك اكسبانشن يلي هي قد فيني فوت الماسك وبظهر الماسك بدون ما انا اغير السكيل تبعه. فاذا بصغر شوي الماسك بتلاحظوا النقط اختفت لجوا، يعني بتجي لجهة جوا. فهيك بستفيد انه انا ما غيرت الماسك هون، رجعت يعني عدلت هيك وهيك وهيك. فالادوبي حاطه ماسك اكسبانشن لهالامور هاي. فبصغر هون وبدي انتبه لهولي، يعني فيني انا انتبه لهم هولي وكيف فيني اتخطيهم. فيني اعلي النقط لفوق شوي حتى سوري هون سوري قبست كنترول غلط بتروح. هلا بما انه هلا غلطت شغله بالغلط، اذا انا في نقطه ما بدي اياها بكبس كنترول، دلني كابس كنترول، وعلى اي نقطه ما بدي اياها مثلا هيدي شفتوا عليها الماينس، فهيدي معناته انه بدي ازيل النقطه هيدي. فهيك بكون انا عندي ماسك. بس شو بعد في هون شويه ادجستمنت. هلا ما لنا مشكله هيدي لانه فيها موفمنت، فيني خفف الفاذر بهالشكل تقريبا تمام بيرفكت. وين المشكلة اللي عندي؟ انه اذا حركت او عملت بلاي لاحظت انه بعده الفيديو كله هيك. فبرجع من مطرح ما انا اشتغلته هون لانه حفظت التايم تبعه 1 سكند و 7 فريمز من هون. هلا فيني مثلا بجرب حظي بالتراكينج للأدوبي بريمير، لو منه كتير اكيوريت بس في بعض الاوقات بيخدمني يعني. فحامل تراكينج بهن الشيء اللي هون تراك سيلكتد ماسك فورورد، فحاك بيج بلاي ما زبط معه. اذا بعمل باك بطريقه بالعكس اوكي لقط شوي، فين اعمل ستوب هون هذه هي. ف ما مش الحال، راح اعمل كل شيء ديليت وارجع مطرح ما كنت هون. هلا حاعتبر هالشي ما انه ما عملنا يعني، خلينا اعمله مانيوال لانه مور اكوريت. حاعمل هون ستوب ووتش لانه حنبلش الفريمينج لهذا الموضوع. هلا اذا هذه ما كانت مبينه بكون انا كابس بمحل بعيد من هون، يعني مثلا هذه انه لهيك صار الماسك هذا منه ماسك هذا الموشن تبعه، يعني كل وحده لها خصائصها. الاوباسيتي يلي هي اوباسيتي بس انه الماسك بدي اكبس على الماسك. ف خليني بالكيبورد left arrow او right arrow بصير بحرك يمين شمال، او بالماوس ويل فينا حرك يعني يمين شمال بطلع، يعني بحرك الماوس ويل طلع ونزول بكون عم بحرك يمين شمال فريم باي فريم مع التايم لاين. فبمشي لقدام شوي بحرك هيدي مع هون كمان فريم بعد لقدام بحرك لهون وفريم خلصت. برجع لورا بالعكس برجع فريم بعمل ادجستمنت لهيدي، برجع كمان فريم بعمل ادجست لهيدي. هلا حتلاحظوا انه هون فات الكادر، فيني ظبط البوينتس هون والبوينتس اللي فوق فيني صغر شوي هون لانه في بازير، فيني يعني هذا البازير اللي قلت لكم عنه يعمل سموث منت لللاين. خليني ارجع كمان واحدة هون. هلا بلاحظ انه انا لازم يكون فريم تبعي واضح، يعني ما اكون انا مثلا تارك هيدا النقطة فايدة شوي لجوا، يعني ما ببين بس انه خليني اكون افضل هيك. فبمشي فريم باي فريم
في عندي هون شي بسيط، بقدمها شوي هون شوي. اوكي هيك انا بكون لحقته مانيوال. فبهاللحظة شو بعمل هون قبل ما تبلش يبين اسود من ورا لانه ما في شي تحته، فبحط شي تحت منه فيديو، بعمل بلاي، بصير بنقول خلينا نشوف كيف صارت in general. اوكي الصوت يمكن شوي بتلاحظوا تغير، بس فيني اعمل هيك او رجع لورا كله، وبعمل fade transition للصوت يعني، وبشوف او فيني هذا امحي وهذا خلي، فيني اشيل الصوت كله. هلا بهيدا الطريقة فينا نطبق شيء تاني غيره، يعني ما ضروري انه شخص مرق او شيء، ممكن تكون سيارة، ممكن طيارة، ممكن عصفور، سيجل، نورس، اي شيء غطى الاوبجكت، المهم يكون مغطى الفريم كله من فوق لتحت او يمين وشمال. يعني يكون مثلا انت منزل الكاميرا لتحت الطاولة، بس يبين حافة الطاولة هيك قطع بالفريم كله لفوق، فينا يكون يمين وشمال، المهم يكون مغطى الفريم كله، يعني ما يكون تارك شيء فوق، لانه كيف بدك تغطيه هيدا. تمام، يعني افترضنا مثلا اعتبرنا انه هذا زلمه راسه لهون، يعني غطيت راسه انا هيك بهالشكل، طب في فراغ فوق، انه اذا بدي اعمله هيك يمشي هيك بكون ماشي، طب هالفراغ كيف بدي اقدر اخبي العيوب فيه. ف من هون هلا نحن تعلمنا الماسكينج، هذا الماسكينج. هلا اذا ما بعرف اذا هون بيلقط مزبوط، خليني اعمل ديليت. اذا بدي اعمل ماسكينج لهيدي، خليني مثلا بشكل سريع اعمل هلا بعدين بكره بتتعودوا كيف تشتغلوا صح بقصة الماسكينج تبع البريمير. هلا بعمل ماسك سريع، هلا حاجرب اعمل تراكينج لألا هل حياخذها البريمير او لا. لا عم قلكن هيك سوري، هلا بحال اذا هيك فينا نعمل زوم ان او فيت، فينا نعمل ادجست لهون، نحرك النقطه نظبطها، بكره حتتعودوا. المهم تعملوا براكتس، ما في شيء بيجي من بلا براكتس. ف هيك انا بقول اخترت السمك لحالها، هلا انا عم بختار هذه الشغله لعمل تراكينج لاشوف البريمير، لانه البريمير بيخدم اديتنج كتير وواسع، بس بهالامور الافتر افكتس اللي تابع كمان الادوبي لشركه الادوبي كتير احسن من من ادوبي بريمير، فهذا اختصاصه اديتنج، وحتى ما يزودوا كتير اشي عليه وينسوا العالم الافتر افكتس، والافتر افكتس كتير مهم بخصوص الانيميشنز وبخصوص الفيجوال افكتس، وكتير يعني تابع له كمالية للادوبي بريمير، بس شغل تاني. فحعمل تراكينج حشوف، يعني ربما ما كتير، بس انه اوكي خلينا نجرب بالعكس. ما كتير يعني لقطوا كم فريم. هلا هيك كنت عم جرب التراكينج بس لحتى انه قلكن كيف تعملوا تراكينج، اذا كان في شيء بسيط تعملوا له تراكينج. اوقات ما كتير بنستعمل مانيوال اكتر واداء، لانه نحن بنعرف بالصورة هون مبينت لنا هيك مزبوطة هيك مش مزبوطة، غير ما يكون programmed البروجرام عم يشتغل ويكون الشغل programmed، يعني ما يعطينا اياها دقيقة 100%. فهذا كان درسنا اليوم، ما بدي طول كتير، بس تعلمنا ماسكينج وحنستفيد منه لبعدين. بكرة بدروس بدي اذكركم بهالموضوع انه هذا مهم. ف دربوا اكتر شيء على البان تول يلي هي هيدي، كيف تحددوا الاوبجكت مزبوط، انه انا بدي ارسمه بطريقة انه مزبوطة 100%. اذا بحال انه ما اعمل دوت قريبة شوي، فينا انا مثلا زيد السكيل، بصير فيني اعمل دوت، او بشكل تريك فينا اعمل مثلا احفظ الشكل هيدا كيف تبعه، بعمل هيك بيجي بقربها لهون، يعني هول براكتس. وهون بصير عندي في عندي اذا بهالحاله
عندي صار هيك شيء، شو بعمل؟ بصغر هيدي اللي هون، اكيد هيدي اللي فوق ما بتضل يعني ما بتتغير. في كتير فبراكتس براكتس براكتس، لانه كتير مفيد اذا انتو صرتوا سلسين بالبان تول وبالماسكينج. اليوم اعطينا درس هيك صغير سريع بس مفيد لبعدنا في امور لازم نستعمل ماسكينج وجاي الايام. وانا مثل ما قلت لكم حذكركم ان نحن اخذنا درس ماسكينج، بس انه هل له اهميه؟ له اهميه. ف ما بدي اطول الحكي كتير، وخليني اشوفكم بدرس تاني. وما بدي اذكركم بالسبسكرايب لايك شير كومنت، واعملوا شير كمان للفيديو لحتى غيركم يستفيد، وما تنسوني بالسبسكرايب لحتى هيك كمان انا لانه مكمل، بس شجعوني اعطي دروس مكثفة اكتر. و سيو باي.